دخلت سندقايا في عام 2018 شهر 10 وتخرجت في عام 2020 شهر 3. في البداية جيت اليابان كسائح وحبيت اني في المستقبل ادرس في اليابان، فدورت على معاهد كثير واستشرت الملحقية الثقافية في طوكيو ونصحوني بسندقايا، كانت افضل معهد يعني ينصحوني به بالنسبة للطلاب السعوديين المتواجدين في اليابان. من أكثر الأمور اللي حبيتها في سندقايا إن المدرسين متنوعين وطيبين جدا، ساعدوني كثير في أمور كثير زي الالتحاق بالجامعة بعد التخرج وأمور ثانية، فالمدرسين جدا رائعين. وغير الحصص كان في أمور كثير ثانية كان ممكن أجربها زي الرحلات والحصص تجريبية استمتعت جدا فيها وعلمتني اشياء كثير. فترة الدراسة في سندقايا كانت جدا ممتعة بالنسبة لي، تعرفت عليها على اشخاص من دول كثير وكونت علاقات جميلة وتعرفت على ثقافات مختلفة، وبعد الدوام كانت عندي فرص اني احضر ايفنتات كثيرة احبها للانميات والهوايات اللي انا احبها. وفي فترات الإجازة والإجازة الصيفية جاتني فرص إني أسافر مناطق كثير في اليابان، قدرت أتعرف فيها على ثقافات وأمور كثير ممتعة ثانية مثل أوكيناوا وهوكايدو وأوساكا وغيرها من المدن. بعد ما تخرجت من سندقايا التحقت بمعهد طوكيو أنيميشن كوليدج سيمونغاكو، وفي له قاعد أتعلم الأنيميشن وتأدية الأصوات. طبعا في التخصص اللي انا حاليا ادرس فيه له التخصص جدا صعب، وخصوصا انه يعتمد على اللغه اليابانيه، ولكن بفضل الامور اللي تعلمتها في سندقايا فانا الان اقدر اني ادرس في هذا المكان، فانا سعيد جدا وحابب في المستقبل اني اصير اول مؤدي صوت سعودي يؤدي اصوات في اليابان، وحابب اني اطلع في انميات كثير وانميات تكون مشتركه بين السعوديه واليابان زي في الفتره الاخيره ما ظهرت اشياء كثير من هذا النوع، وحابب اني امثل مع المؤدين الاصوات اللي احترمهم وبفضلهم انا حبيت اللغه اليابانيه زي تشيهارا مينوري. دراسة اللغة اليابانية والحياة في اليابان فيها الكثير من التحديات والصعوبات وتحتاج الكثير من الجهد والشغف، ولكن أنصح أي شخص يحب اليابان أنه يجرب أنه يدرس في اليابان، يدرس في معهد سندقايا.